مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان السياحة الإيكولوجية. المغرب كيتمتع بإمكانات سياحية كبيرة كتستحق الاستغلال الرشيد لإبراز خصوصياته، وكتشكل السياحة البيئية درع قوي للسياحة بالمغرب إلى جانب السياحة التقليدية. السياحة الإيكولوجية أصبحت عالمية، والأكثر أنها ولات مطلب شرائح واسعة من محبي السفر والرحلات حول العالم، نظراً لكلفتها وجودة خدماتها ومراعاتها كذلك لنسق حياة المدينة أو المنطقة اللي كتشيد فيها الفنادق والمنتجعات. والمغرب اليوم وضع مخطط كيعطي الأولوية للسياحة الإيكولوجية من خلال استثمار المؤهلات والثروات الطبيعية والثقافية لفائدة النمو السوسيو-اقتصادي. السياحة المستدامة كتشمل جميع أنواع السياحة اللي كتحترم مبادئ التنمية المستدامة، أي اللي كتضمن التنمية الاقتصادية المحلية دون الإضرار بالثروة الطبيعية والتراثية والبيئية للمنطقة، وذلك عبر الاستغلال المعقلان للموارد الطبيعية وأيضا احترام الأصالة السوسيو-ثقافية للمنطقة. شنو هي استراتيجية الدولة لتطوير وتنمية السياحة الإيكولوجية؟ تعقدت اتفاقية شراكة بين هذه الوزارة ووزارة السياحة، والهدف الرئيسي منها هو إدماج البعد البيئي في سياسة الوزارة وإدماج المعايير البيئية في البرامج والمشاريع السياحية. أيضا هذه الوزارة كتدعم وكتشجع الجمعيات البيئية اللي كتعمل في هذا المجال من أجل المحافظة على البيئة وعلى الموارد الطبيعية والغنى الثقافي، وأيضا كتساهم هذه الوزارة في علامة المفتاح الأخضر اللي كتسهر عليها مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة، وتمنحت هذه العلامة سنة 2017 82 منشأة سياحية. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.